السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الصحة والجمال. أهلا بكم في برنامجنا مستشارك القانوني. عارفين إن احنا في برنامجنا بنتعرض لأهم القضايا في المجتمع المصري والمجتمع الدولي عموما، وبنحاول نلقي الضوء عليها، وبنحاول نشوف السلبيات إيه، وبنحاول نشوف الإيجابيات إيه مع ضيوفنا الكرام اللي بيجوا هنا معانا في قناة الصحة والجمال على أساس يدلوا لنا بدلوهم في معلومات مهمة جدا بتفيدك كمواطن مصري إزاي تتصرف في مشكلة ما. النهاردة عندنا مشكلة كبيرة جدا بنتعرض ليها، يعني بنسمع كلمة من وإحنا صغيرين نسمعها بس ما بنفهمش معناها إيه. لما بنسمع كلمة الانتربول بنسمعها في الأفلام كتير قوي، لكن نعرف يعني إيه انتربول؟ طب الانتربول ده وظيفته ايه؟ طب الانتربول ده هل بره بس ولا جوه مصر؟ طب الانتربول دوت بيفيدني بايه؟ بيعمل ايه؟ هي كلمه بنسمعها. الكلمه دي النهارده عايزين نفهم معناها ايه؟ عشان هتفيد ناس كتيره جدا. لو فهمت معنى الكلمه دي ممكن من خلال فهمك لتلك الكلمه ومعنى تلك الكلمه هتساعدك في انك تقدر تجيب حقوق كتيره جدا كانت ضايعه منك. كل ده هنعرفه النهارده من خلال ضيفنا سيادة اللواء سمير سعد، نائب مدير الانتربول الأسبق ونائب مدير ومساعد مدير أمن القاهرة الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك فندم. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. منورنا في قناة الصحة والجمال النهارده. ربنا يخليك. سيادة اللواء سمير، في مقدمتي بقول كلمة بنسمعها كتير جدا من وإحنا صغيرين أطفال، كلمة الانتربول. بنسمعها في الأفلام والمسلسلات وبنسمعها في وسائل الإعلام عموما، ولكن الكثير مننا لا يعرف يعني إيه كلمة الانتربول. الانتربول ده بيعمل إيه ووظيفته إيه، وهل الانتربول دوت شرطة ولا مش شرطة ولا وظيفته إيه بالظبط؟ الناس بتبقى عايزة تعرف يعني إيه. كلمات بنسمعها كتير بس ما بنفهمش معناها. الأول هتديني تعريف لمعنى كلمة الانتربول. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك. أهلاً، وانا شاكر استضافتك الكريمه. يعني الانتربول منظمه دوليه، احنا عندنا في منظمه الامم المتحده، دي اكبر منظمه دوليه على مستوى العالم. الانتربول تاني اكبر منظمه، هي منظمه شرطيه دوليه بتضم في اضويتها 194 دوله. يعني ايه منظمه شرطيه دوليه؟ هي الفكره جت من سنه 1914 لبعض قيادات الشرطه في عدد من البلدان الأوروبية والعربية والأفريقية. مصر كانت من أول الدول اللي شاركت في المؤتمر اللي عقد في فيينا بخصوص مناقشة أن يبقى في منظمة دولية شرطية تكافح الإجرام على المستوى الدولي من خلال تبادل المعلومات بين الدول، من خلال تبادل تسليم المجرمين. تم وضع قانون أساسي للمنظمة، واستمرت التفاوض لإيجاد آلية لإنشاء المنظمة. سنة 56 في فيينا برضو كان أول تاني مؤتمر يعقد، وكان تم وضع قانون الأساسي اللي بتمشي عليه المنظمة، أقرته منظمة الأمم المتحدة، أقرت القانون الأساسي لمنظمة الانتربول واعتمدت إنشاء المنظمة. ومنذ ذلك الحين تعتبر أن المنظمة كيان قائم بذاته بيقوم بممارسة أعماله في التنسيق بين الدول وتبادل المعلومات. طيب سيادة اللواء، بس يعني هكمل بس حضرتك ثانية واحدة. إن المنظمة بتطلب من الدول اللي ترغب في الاشتراك في المنظمة، بتقدم طلب عضوية. بدأت الدول تتكاثر على مدار السنين، بتقدم طلب وبيفحص هذا الطلب لأن في شروط للاشتراك بالمنظمة. وبالتالي بعد الموافقة على من الجمعية العامة للمنظمة بيتم احتساب هذه الدولة عضو. اللي بيدير المنظمة الأمين العام للمنظمة والرئيس التنفيذي للمنظمة والجمعية العامة. ما معنى الأمين العام ده؟ بينتخب من ضمن الأعضاء من ضمن رؤساء الأعضاء الدول الأعضاء في منظمة الانتربول. الرئيس التنفيذي بيتم انتخابه لمدة 4 سنين. الجمعية العامة اللي هي مكونة من رؤساء الوفود بتاعة الدول الأعضاء في منظمة الانتربول. وصلنا حتى هذه اللحظة 194 دولة عضو على مستوى العالم في منظمة الانتربول. تمام. مقر الانتربول، المقر الحالي في مدينة ليون الفرنسية. وليه فرع في سنغافورة وفرع آخر في بيونس إيرس في الأرجنتين. الأساسي في مدينة ليون. الكيان
بتاع الانتربول بيضم ضباط شرطة، يضم موظفين، يضم إداريين من جميع أنحاء الدول ال 194 من خلال الإعلان عن وظائف مطلوب شغلها، وبيتم إجراء اختبارات قوية جدا، وفي الآخر بيتم اختيار مجموعة أو كوكبة من ضمن الدول الأعضاء أو الوفود اللي بتبقى تبع الدول الأعضاء، وبيتم تعيينه في المنظمة في أقسام المنظمة. المنظمة هي منظمة شرطية داخلها أقسام بجميع أنواع الجرائم اللي حضرتك تتخيل، يعني جرائم للمخدرات، جرائم للقتل، هو في ثلاث أنواع أساسية: جريمة منظمة، وجريمة المخدرات، والجريمة السيبرية الخاصة بجرائم الكمبيوتر وجرائم الإنترنت. دول يعتبر الأساسي، بس الأقسام كلها في جرائم الإرهاب، في جرائم الإتجار في البشر والهجرة غير شرعية، في جميع أنواع الجرائم اللي حضرتك ممكن تكون موجودة ليها أقسام في المنظمة. المنظمة فيها إدارة للتدريب، بتتم التدريب الإلكتروني أو التدريب كانت قبل جائحة كورونا، تدريب أعضاء الانتربول أو أعضاء المكاتب المركزية في الانتربول على كيف آلية مكافحة الأنواع المعينة من الجرائم الهامة. نسيت أقول لحضرتك ال 194 دولة العضو، بيبقى لكل دولة بتنشئ مكتب اسمه مكتب الانتربول في الدولة، زي مكتب انتربول القاهرة أو المسمى الأصلي بتاعها إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية. دي بتتبع وزارة الداخلية داخل قطاع مصلحة الأمن العام المتواجد حاليا في العباسية. كيان كل مكتب يعتبر كيان مصغر للمنظمة، بيبقى فيه ضباط وأفراد ومترجمين، لأن في أربع لغات أساسية للمنظمة: العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية. تم سنة 2003 في البدايات خالص إنشاء شبكة اسمها I24/7. الشبكة دي شبكة مؤمنة من الإنترنت، موجود نهايات طرفية ليها في كل مكتب مركزي وطني في كل دولة. على مدار ال 24 ساعة في تواصل مستمر ما بين الدول وبعضها وما بين الدول والمنظمة. دي تعتبر لتوصيل معلومة معينة لملاحقة شخص ركب طيارة في دولة وهرب راح مكان آخر، ممكن من خلال منظومة اتصالات الانتربول يتم إرسال رسالة فورية بتوصل في ثانيتها، بيتم ملاحقته وضبطه عند وصوله للدولة الأخرى. فده دور يعتبر مهم جدا لمنظمة الانتربول. تمام، احنا اتكلمنا بوجه عام عن منظمة الانتربول العالمية، هنروح لنرجع شوية ونرجع يعني لبلدنا مصر ونتكلم عن الانتربول في مصر. مصر تعتبر أحد الدول الأعضاء في الانتربول. تمام. مصر لما دخلت في منظمة الانتربول وبقت عضو من أعضاء الانتربول، ابتدت يبقى ليها قيود وابتدت تتبع التعليمات الخاصة بالانتربول العالمي. دور مصر في مكافحة الإرهاب، دور مصر في مكافحة المجرمين، الجريمة بصفة عامة، يعني عموما كل الجرائم، فدور مصر في تعاونها مع الدول المشتركة. تمام. ياريت تبرز لي دور مصر كدولة رائدة في مكافحة الجرائم بصفة عامة في الانتربول المصري. تمام، زي ما قلت لحضرتك الانتربول المصري، مصر من الدول المؤسسة تعتبر لمنظمة الانتربول، لأن هي كانت من ضمن الـ 14 دولة المؤسسين، فتعتبر من أقدم الدول. مصر ليها دور محوري في المنطقة، واشتراكها في منظمة الانتربول ده ناتج عن الوعي ان مكافحة الجريمة لدولة بعينها ما فيش دولة معينة تقدر تكافح الجريمة لوحدها، مع الجرائم العابرة للحدود، مع الجرائم المنظمة، مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار الجرائم من خلال شبكة الانترنت، فكان لازم يبقى في تنسيق بين الدول وبعضها. ده كانت رؤية مصر ان اهمية دور المنظمة، لهذا السبب كانت من ضمن الدول المؤسسة. هنتكلم على انتربول القاهرة، وانتربول القاهرة يتبع فنيا واداريا لمصلحة الامن العام ووزارة الداخلية. كون ان مصر عضو في منظمة الانتربول بيبقى ده ليه متطلبات من المنظمة بتطلبها، ومكتب انتربول القاهرة بيوفي بيها. ايه هي المتطلبات اللي بتطلبها المنظمة؟ بتطلب من الدول الأعضاء أن يبقى في تعاون مستمر بينهم وبين بعض في مجال مكافحة الجريمة.
جريمة الإرهاب تعتبر من أكبر الجرائم، وصدرت اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب. من ضمن الحاجات اللي المنظمة بدأت تطرحها من خلال مؤتمرات ورؤية الدول الأعضاء، كانت من ضمنها واللي صدرت من قرار بيها من الجمعية العامة المنظمة إصدار نشرات، وأهمهم النشرة الحمراء. هنتكلم عليهم بالتفصيل فيما بعد، بس احنا دلوقتي هنقول ايه، ان انتربول القاهرة مكون من ضباط افراد مترجمين، ومتواجد مقره مصلحة الامن العام، وموجود النهاية الطرفية بتاعت الاي 24/7 المنظومة، فعلى تواصل دائم مع منظمة ومع المكاتب المركزية في جميع الدول العربية والاوروبية. اللي بيحصل ان بيبقى في مثلا جريمه معينه، او ان في اشخاص معينين متهمين في احدى الجرائم الهامه زي الجرائم الارهابيه، وبيبقى مطلوب معلومات عنهم. ممكن ان مصر بتخاطب المنظمه بتطلب لو في معلومات متوفره عن هذا الشخص. لو معلوم ان الشخص ده خرج بطريقه شرعيه راح دوله ما، بتخاطب الدوله من خلال منظومه الانتربول المؤمنه بتطلب معلومات. لو ثبت فعلا ان هو متواجد في دوله وانه مطلوب للسلطات القضائيه المصريه، بيتم طلبه بصفه رسميه من خلال مكتب الانتربول اللي في القاهره مع مكتب الانتربول في الدوله الاخرى. المنظمه بقى بتتابع زي اشرافيا على عمليه تبادل المعلومات او تبادل طلبات التسليم ما بين الدول وبعضها. ده دور مهم جدا للمنظمه. طبعا اللي بيحكم عمليه بقى ان انا اطلب استرد شخص سواء في قضيه ارهابيه او في قضيه جنائيه، هل موجود اتفاقيه ثنائيه بيني وبين الدوله اللي متواجد فيها الشخص او لا؟ الاتفاقيات الدوليه. دي نقطه مهمه. اشرت حضرتك لحاجه مهمه جدا، ان لازم يكون بيني وبين الدوله الاخرى اتفاقيه عشان تسلم. ايوه. الاتفاقيات انواع، في اتفاقيه قضائيه، وفي اتفاقيه لتبادل المعلومات، وفي اتفاقيه نقل محكوم عليهم، وفي اتفاقيه تسليم مجرمين. اهمهم في ده كله طبعا اتفاقيه تسليم المجرمين، لان انا لما شخص بيرتكب جريمه وبيصدر ضده حكم من السلطه القضائيه، الحكم ده قوته واهميته في تنفيذه، لكن مش مجرد يصدر حكم على الورق. فالاجراء اللي بيقوم بيه انتربول القاهره لشخص هارب، ان هو بيلاحقه بناء على الحكم الصادر من السلطه القضائيه، بيتكشف عليه تحركات من خلال التحريات لو خرج بطريقه غير شرعيه، توجه لمكان معين او لدوله معينه، بتتم هنا المخاطبه. بنرجع في الطلب للاتفاقيه المنعقده وبنشير اليها بناء على الاتفاقيه الصادره بالتاريخ كذا الموقعه بين الطرفين. اللي بيوقع الاتفاقيات السلطه القضائيه النائب العام ووزير الخارجيه. وفي اغلب وبعض الاتفاقيات الجمعيه بيوقع رئيس الدوله على الاتفاق. سيادة اللواء، في حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا لفتت نظري، أني لازم يكون وجود اتفاقية بيني وبين الدولة الأخرى لتسليم المجرمين، ولو كانت الدولة الأخرى هي عضو في الانتربول، حتى لو كانت هي عضو ومصر عضو في الانتربول وما فيش بينهم اتفاقية، هنا بيحصل إشكالية بقى في تسليم المجرمين. هل إحنا لمجرد وجودنا أعضاء في الانتربول يتم التسليم، ولا لابد من وجود اتفاقية أخرى لتسليم المجرمين؟ كلام حضرتك سؤال جميل فعلا. هو دلوقتي زي ما قلت لحضرتك، في حالة إن عدم وجود اتفاقية، ولكن في إن الدول كلها 194 أعضاء، العضوية في الانتربول لا تلزم دولة في حالة عدم وجود اتفاقية بالتسليم. بس في حاجتين تانيين قوي، العلاقات بين الدول وبعضها، والهدف الاسمى اللي هو ملاحقه المجرمين على المستوى الدولي، مكافحه الجريمه، لان الدوله اللي هي استقبلت المجرم او المحكوم عليه برضه ممكن تدار من اسلوبه الاجرامي، ممكن يرتكب جريمه عندها. بتحكم عمليه تسليم المجرمين ثلاث حاجات، الاتفاقيه الدوليه لو موجودة بتطبق، لو مش موجودة بنلجأ لمبدأ اسمه مبدأ المعاملة بالمثل. ده مبدأ بيقر من خلال وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الخارجية. يعني أنا مفيش اتفاقية بيني وبين دولة زي لندن مثلا، وفي محكوم عليه مطلوب في قضية كبيرة، فالعلاقة لو العلاقة الحمد لله بتبقى كويسة مع الدولة، فبنطلب منهم تسليم هذا المحكوم عليه، وبنلجأ لمبدأ المعاملة بالمثل. يعني لو
هو سلمني هذا الشخص المطلوب في اتهام معين وفي شخص بريطاني جه عندي ومطلوب ليهم بعد اقرار هذا المبدا تبادل بقى. انا اسلمه. ايوه تمام. في وده بيحصل مع الدول العربيه اللي ممكن يكون بعضها ما فيش فيه اتفاقيه. المبدا الثالث المجامله الدوليه، يعني انا علاقتي كويسه بدوله معينه وهو شايف ان العلاقه كويسه فممكن يسلمني من مبدا المجامله الدوليه، انا هسلمه لك بيوافق على التسليم. بيوافق على التسليم هنوصل اتفاقية. هنوصل هنا. معلش انا لا لا اتفضل، احنا عايزين استفاضه سريع بالمعلومات. اكيد اكيد انا حابب ان اكيد ده شرف لينا الناس تاخد فكره برضو كبيره عنه. التسليم، قرار التسليم بيصدر من الدوله اللي مطلوب منها التسليم اساسي في ثلاث انواع ممكن تصدر، يا اما تسليم قضائي بيصدر بناء بقى على اوراق بتروح بالطريق الدبلوماسي وتنظر امام السلطه القضائيه، الشروط متوفره، بيصدر قرار من النائب العام السلطة القضائية ان هي بالتسليم. ده الاساسي او ده يعتبر اهمه. التسليم الاداري ده بيصدر من السلطة التنفيذية اللي هي من وزير الداخلية. ان ممكن العلاقة كويسة وان الموضوع هام او ان ممكن يتم زي ما حصلت في قضية فتاة الفيرمونت. ان التسليم ممكن يصدر تسليم اداري من السلطات اللبنانية من وزير الداخلية مباشرة من غير ملف استرداد. وممكن ثالث نوع من انواع التسليم الاختياري، يعني المحكوم عليه نفسه اتظبط في دوله وعليه حكم في مصر، مصري مظبوط في دوله وعليه حكم في مصر. فبدل ما يقعد 45 يوم او 30 يوم على ما الملف يروح وينظر يقعد فيهم محبوس، بيطلب من السلطات اللي هو اتمسك عندها ان انا عايز اسلم نفسي طوعيه وارجع مصر، اترحل يعني انزل يترحل مصر. فبيتم ارسال تذكره وبيتم تحديد ميعاد وبيرسل على طياره واحنا بنستلمه هنا في مصر. طيب حضرتك اشرت لبعض الجرائم التي كان الانتربول سبب في كشفها او سبب في ان هو يساعد الدول في تسليم المتهمين فيها، منظمه الانتربول. منظمه الانتربول ومنها قضيه اللي كانت في سنه 2014 تقريبا، قضيه فيرمونت واغتصاب الفتاه اللي هم. طب كان دور الانتربول هنا، عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين، كان دور الانتربول والتعاون بين الانتربول المصري والانتربول اللبناني كان ازاي في تسليم هؤلاء المحكوم عليهم؟ تمام. طبعا المنظمة أصدرت نشرات دولية حمراء بناء على طلب الانتربول المصري للأشخاص المطلوبين الهاربين خارج البلاد في القضية دي. وبناء على هذه النشرة الحمراء لما بتصدر بيتم تعميمها على 194 دولة، بحيث ان هذا الشخص هرب من مصر راح للبنان او اي دولة اخرى فبيتم من خلال النشرة دي السلطة التنفيذية او وزارة الداخلية في الدولة بتصدر تعميم على المنافذ الحدودية بتاعتها سواء البرية او الجوية. في حالة وصول الشخص للمطار بيتم ضبطه بناء على النشرة الحمراء. فده دور مهم لمنظمة الانتربول. الانتربول اللبناني لما نما للعلموم ان في اشخاص متهمين ومطلوبين في قضية للوصول امام السلطات القضائية المصرية ووصلوا لبنان، تم البحث عنهم وتم ضبطهم وارسلت اوامر القبض للسلطات اللبنانية، وكان ليهم المبادرة في ان هم ادوا قرار بالتسليم ورجعوا على مصر. منظمة الانتربول كل ده من خلال شبكة الاتصالات من خلال الانترنت اللي بيننا وبين الانتربول اللبناني والرسائل المتبادلة بتقوم بمتابعة هذا الدور المحوري وبتذلل العقبات وبتصدر النشرات وبتصدر تعميم الدولي عن الأشخاص بصفة عامة. كان دورها مهم جدا في القضية دي ان هي اسرعت في اصدار النشرة الحمراء فبقوا الاشخاص مطلوبين فادرجوا على قوائم في المطارات والمنافذ اللبنانية. تمام. وعلى ذلك في الاخرى لان كان ممكن يخرجوا من الحدود من لبنان لسوريا او لاي دولة اخرى. فده كان زي تم محاوطتهم لغاية ما تم ضبطهم. ده كلام حضرتك على قضية البلد. تمام. طب حضرتك الانتربول المنظمة الدولية الانتربول لها أدوار كثيرة جدا في ملاحقة الهاربين وتنفيذ الأحكام. طب النهاردة في دور بيبقى دور محوري شوية ومهم جدا، زواج المختلط
في الزواج عموما، الزواج المختلط اللي بيتزوج من اجنبيه او اللي بتتزوج من اجنبي، جنسيتين مختلفتين، والمشاكل اللي بتنشا بين هذه الجنسيات وحضانه الاطفال. حاجات جدا، في مصري بيتجوز اجنبيه، في اجنبيه بتتجوز مصري وبينشا بينهم مشاكل. دور الانتربول هنا في حل هذه المشاكل من نفقه، من حاجات تخص المراه او الرجل، دور الانتربول هنا ايه؟ تمام. طبعا موضوع الزواج المختلط وبينتج عنه أطفال، اللي مضرور في هذا الموضوع دايما بيبقى الطفل. فكانت رؤية منظمة الانتربول إن المشاكل الناتجة عن الزواج المختلط لازم يبقى لها دور رئيسي. فكان الفكرة الأساسية إن هو في نوع من أنواع معينة برضو من النشرات بتتعمل بناء على طلب دولة معينة زي النشر الصفراء. هقول لحضرتك سببها ايه. الاول هنتكلم بصفة اساسية عن انتربول القاهرة ودوره في هذا الموضوع، وبعد كده هنتكلم على دور المنظمة. انا الحمد لله شرفت بالعمل في انتربول القاهرة 16 سنة من 2000 ل 2016، ومرت عليا جميع القضايا خلال هذه الفترة الخاصة بمشاكل الزواج المختلط، كان اهمها مشاكل الاطفال. يعني مصري اتجوز فرنسية وبعدين حصل مشاكل بينهم في فرنسا، وبعدين خد الطفل بدون موافقتها ورجع على مصر، ودي كان فيها حالات كتيرة قوي. فالأم بتقدم طلب للمحكمة في فرنسا، فبيصدر لها قرار بحضانة الطفل لأنه لسه في سن الحضانة، فعايزة تنفذ الحكم، عايزة ترجع ابنها. الموضوع الإجراء القانوني علشان تنفيذه في الطفل بياخد وقت. طيب خلال هذه الفترة الطفل موجود هنا ومش قادر يكلم أمه أو أمه تطمن عليه، مش عارف يتواصل معه. ده كان الدور لإنتربول القاهرة بالتنسيق مع وزارة العدل. الفكرة اللي تم تنفيذها إن تم إنشاء لجنة اسمها لجنة المساعي الحميدة بقرار من وزير العدل. لجنة المساعي الحميدة دي كانت بتتولى مناقشة الحالات أو مناقشة مشاكل الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط، وكانت بتعقد 3 مرات شهريًا تقريبا حسب الحالات اللي موجودة في مقر وزارة العدل في لازوغلي. وكانت العضويات بتاعت اللجنة دي عضو من الانتربول، عضو من الإفتاء، عضو من الأزهر، عضو من الخارجية، عضو من وزارة العدل، عضو من مكتب النيابة العامة. وبيبقى موجود ملف، موجود بيانات الأب، بيانات الأم الأجنبية، بيانات الطفل وعمره والكلام ده. وكنا بنقعد وبنحاول نشوف الطلبات اللي جاية من خلال وزارة الخارجية من الدولة الأوروبية اللي يتبعها الأم أو الجنسية الأم اللي طالبة مثلا استرداد الطفل يرجع لحضانتها، طالبة رؤية الطفل. فاحنا كنا بنتولى ان احنا بنعمل الاجتماعات دي، وكان انتربول القاهرة دوره ان بنحدد مكان الاب فين، بنتواصل معاه تليفونين وبنطلب ان احنا نستدعيه. كنت بعمل معهم لقاءات في مكتبي في الانتربول في الامن العام، وبدعوه للجنة بحضور الناس اللي موجودين من الجهات السيادية في البلد. وبنتكلم معاه ان من مصلحة الطفل انه ينشأ في بيئة بين امه وابوه ايا كانت المشاكل اللي بينه وبين والدته، الطفل ملوش ذنب. والحمد لله كنا بنتوصل لحلول، ان هو مثلا ممكن يدعوها لزيارة مصر وان هي تشوف ابنها مثلا لمدة 2 أسبوع، بيبعت لها تذكرة السفر على نفقته بيوافق. بعيدا عن الاجراءات القضائية، يعني اللجنة دي كانت تقوم بدورها، شو حل سلمي ودي، حل سلمي. وده كان بيتم كتير، او انه يتواصلوا تليفونيا من خلال اي برنامج من برامج الانترنت انه يقدر يكلم والدته او تكلمه. والعكس صحيح، لو الطفل موجود هناك والاب هنا كان بيقدم الطلب، وكنا بنتواصل مع الخارجية مع الدولة وبيحصل. فده كان دور مهم جدا بيقوم بيه الانتربول المصري. تمام. المنظمة لو صدر بقى حكم حضانة لطفل والطفل ده موجود في مصر، وبتخشى ان هو مثلا الام انه ياخد الطفل ويهرب بيه على دولة اخرى، بتقدم الانتربول الفرنسي مثلا بيقدم طلب للمنظمة، بتصدر حاجة اسمها نشرة صفراء للطفل، بتعمم على الطفل بياناته وصورته بحيث لو خده وراح دولة اخرى يتمسك في المطار.
تمام. إجراءات تنفيذ الحكم بتوصل لوزارة العدل عندنا، وبيتم توثيق الحكم اللي صادر، وبيبقى منوط بالتنفيذ الشرطة المحلية مع انتربول القاهرة. تمام سيادة اللواء سمير، يعني النهاردة في، أنا طبعا أرهقتك في الحديث، ولكن أنا سعيد والموضوع كبير والموضوع شيق. النهاردة لو أحد السادة المشاهدين بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا دلوقتي تبادر إلى ذهنه سؤال أنا هسأله، هقول لك النهاردة لو أنا معايا حكم، خدت حكم من المحكمة على واحد هارب نصب عليا في أموال وخد وسافر أي بلد من البلدان عربية أو أجنبية، النهاردة معايا الحكم ومش عارف أنفذ عليه، وعايز أجيب الراجل دوت أنفذ عليه، إيه اللي أعمله لو أنا معايا الحكم والراجل ده هارب خارج البلاد، أعمل إيه وأجيب إزاي وأنفذ إزاي؟ ده اللي هنعرفه من حضرتك إجابته بعد الفاصل إن شاء الله. ممكن؟ فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بعد قليل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. مستشارك القانوني واللواء سمير سعد، شكرا لكم. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال ومشاهدي برنامج مستشارك القانوني، ومعانا اللواء سمير سعد نائب مدير الانتربول ومساعد مدير امن القاهره السابق. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن سؤال مهم جدا، لو ليا حكم ازاي انفذه، ازاي انفذ هذا الحكم، وده اللي هيجاوبنا عليه سياده اللواء سمير سعد. حضرتك قبل الفاصل كنا بنتكلم لو معايا حكم ازاي انفذه على شخص هارب خارج البلاد. معاك واكيد هيبقى معاك لان الاحكام كتيره. هي طبعا دي موضوع مهم ومشكله كبيره جدا، مشكله الاحكام. يعني بيصدر الاف من الاحكام يوميا من جميع المحاكم، والموضوع ده ناتج عن التعاملات التجاريه بين الاشخاص وبعضها، فبيتم عدم السداد، وبالتالي بيتم استخدام الاوراق سواء ايصالات امانه او شيكات، فبتصدر احكام خاصه في الحاجات الماليه. يعني لو معاك حكم انت طبعا بتتوجه، الحكم تلقائي بيتم قيده من خلال النيابه، بيروح على اسم الشرطه التابع لمحل اقامه المحكوم عليه، بيقيد في الدفاتر، بيبقى اسم الشرطه ملزم بتنفيذ الحكم، الاحكام اللي بتجيله يوميا من النيابات، بس مع ضغط العمل ما فيش ملاحقه، يعني بيلحقوش يخلصوا كل الاحكام، مع ان وزاره الداخليه المصريه بتقوم بدور مهم جدا خاصه في مديريات مهمه. انا خرجت بس عشان اوضح الدور دون، في كل اسم شرطه في وحده المباحث في وحده مختصه بتنفيذ الاحكام، فيها ضابط وفيها افراد مساعدين ليه، دول بيتولوا يوميا تجميع الاحكام اللي مطلوبين فيها، وعلى قد قدرتهم بيقوموا بالتنفيذ خاصه في المديريات الكبيره زي القاهره والجيزه واسكندريه. الى جانب ان الجهات الاخرى وحدات المرور بتتم الكشف عن الاشخاص اذا كانوا مطلوبين لما بيتقدموا لوحدات المرور، لو صدر لديهم احكام بتنفذ. اداره العامه لمباحث تنفيذ الاحكام متواجده في مقر مصلحه الامن العام مع إدارة الانتربول اللي داخل مصلحة الأمن العام. فلو المحكوم عليه داخل مصر لسه ما خرجش، أنت بتتوجه أو المحامي بتاعك للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وبتقدم طلب إن الحكم صدر من فترة شهر أو شهرين أو أيا كانت الفترة، وبتدي البيانات اللي عندك الخاصة بالمحكوم عليه، وهم بيتولوا المتابعة والإشراف مع الاسم الشرطة المتواجد في محل إقامة المحكوم عليه ومتابعة التنفيذ. تمام. إلى جانب أن المفتشين اللي داخل إدارة العامة لتنفيذ الأحكام في بعض القضايا الكبرى والأحكام الكبرى بيتولوا بنفسهم أن هم بينزلوا يبحثوا عن المحكوم عليه ويقبضوا عليه. طيب لو المحكوم عليه أنت عرفت توصل لك معلومة أنه هرب برا مصر، طيب هتعمل إيه؟ هتتوجه لإدارة الانتربول المصري برضو في مصلحة الأمن العام في مقر الكلية القديمة في العباسية، ومعك المستندات، الحكم بتاعك أو المستندات، الحكم وبيانات الشخص اللي مطلوب، وتكون أنت المعني أو بتبعت المحامي بتاعك. وطبعا يا ريت لو يبقى محامي متخصص وفاهم في شغل الانتربول وقضايا الانتربول، فبيتوجه للإدارة وبيقدم الطلب وبيقدم البيانات اللي مطلوبة. إدارة الانتربول بتتولى بقى الكشف عن تحركات هذا الشخص من خلال مصلحة الجوازات، بتعرف التاريخ اللي خرج بيه والدولة اللي راحها،
بتخاطب المكتب الانتربول المماثل في الدولة اللي سافر ليها الشخص وبتطلب ضبطه وبتخاطب مكتب المحامي العام للتعاون الدولي بان في حكم صادر ضد هذا الشخص وتم مخاطبة الدولة الفلانية لاسترداده، وبنمشي في الاجراءات والمتابعة مع الانتربول من خلال المحامي. الدولة ردت، هل اتظبط الشخص؟ هل هارب جوه هذه الدولة؟ اتظبط وتبلغ انتربول القاهرة، بيرسل ملفه بالطريق الدبلوماسي. السلطة القضائية في الدولة المماثلة بتصدر قرار بالتسليم، تطلب بعثة تسافر، بيسافر بعثة من الانتربول المصري تستلم هذا الشخص وتيجي وتقدمه للسلطة القضائية. الموضوع انا بحكيه ببساطه بس هو بياخد خطوات، بياخد وقت طبعا، بياخد خطوات، بس ما ينفعش تسكت عن حقك. أيوه. ولازم تطلب بيه. تمام. ومعانا الاليات ومعانا الجهات موفره لك ان تقدر تقول ازاي تاخد حقك بيه. بس في ناس ما بتبقاش عارفه، فحضرتك بتوجه الناس وبتديهم المعلومه وبتوضح لهم. طب في حته سؤالين كده مهمين جدا معايا، هبدا بسؤال والسؤال الثاني هساله لحضرتك بعدين. اول سؤال، يعني ايه بسمع عن الاشارات او النشرات الستة للانتربول؟ يعني تقول لي في عجالة يعني ايه نشرات حمراء والوان اخرى بقى في النشرات دي، وده دل على ايه؟ هي النشرات دي احد الاليات اللي منظمة الانتربول بتساعد بيها الدول الاعضاء، اهمهم طبعا اللي حضرتك قلتها وحتى لونها اللي هي النشره الحمراء، يعني بتبقى عامله زي القنبله كده. هي النشره الحمراء دي بتصدرها المنظمه بناء على طلب دوله ما، اي دوله من الدول الاعضاء، وبيبقى لها شروط ان لازم، علشان دي اهميتها في ايه؟ ان هي خلاص طالما الشخص اتحط على النشره الحمراء كل الدول العالم عرفت ان هذا الشخص مطلوب لدوله ما، صادر ضده حكم، حجم الجريمة، مدة العقوبة، الشروط اللي بتحطها المنظمة. لو الشروط دي متوفرة، بيانات كاملة عن الشخص عشان ما يحصلش اشتباهات ان شخص يجي مكان شخص، فيبقى لازم الدولة، هنتكلم على انتربول القاهرة، شخص صدر ضده حكم في قضية وخرج سواء بطريقة غير شرعية او خرج لدولة وبعد كده هرب من هذه الدولة لدولة اخرى ومش قادرين نوصل له في الدول الاخرى، في الدولة اللي هو سافر ليها، طب ما انا لازم اعمم عليه، فبطلب من المنظمه بناء على منظومه الاتصالات المؤمنه في نموذج للنشره بحط فيها البيانات، برفق صوره من الحكم اللي صادر، مواد القانون المطبقه، نبذه عن الجريمه او تفصيل بعض معلومات عن الجريمه. والمنظمه عندها قسم، بالمناسبه انا اشتغلت فيه لمده سنه في قسم النشرات في المنظمة، هي اللي بتراجع كل النشرات اللي بتصدر من الدول، بنراجعها قبل ما بتصدر، وبتصدر بالأربع لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية، على أساس أن كل دول العالم اللغة بتاعته المستخدمة يقدر يقرأ النشرة، يعمم على المنافذ عنده، يعمم على هذا الشخص، يعمم في وحدات واقسام الشرطه عن هذا الشخص. دي النشره انا اتكلمت عنها باستفاضه. تمام. لان تمام. هي مهمه. وكانت مصر برضو من البدايه المتهمين في قضايا ارهابيه، وبرضو كانوا الناس المتهمين بعد الثوره في قضايا الفساد المالي، جماعهم او نسبه 90% منهم كانت الشروط متوفره وصدر ضدهم احكام، خاطبنا المنظمه وصدرت ليهم نشرات. منهم اللي اتظبط بناء على النشرات وتم استرداده، ومنهم اللي مازال هارب والنشرات ما زالت ساريه. أيوه. ضده. الانواع الثانيه في عجاله ان هي النشره الصفراء انا كلمت حضرتك عليها، اللي تصدر برضه بناء على طلب دوله معينه للتعميم عن الاطفال الغائبين اللي مش قادرين نحدد مكانهم او اللي ممكن مختطفين. هو بيعتبر يعني مصطلح اختطاف ده بيتقال في الدول الاوروبيه لما بيكون احد الابوين منفصلين وبياخد الطفل، فبتصدر نشره صفراء. النشره الزرقاء بتصدر لطلب معلومه عن شخص ليه سجل اجرامي وبيتحرك لدول معينه، عايزين نعرف الدوله عايزه تعرف هذا الشخص اللي هو كان ليه سجل اجرامي عندها اتحرك راح فين، اي معلومه عندها، متواجد في دوله منها، خشيه انه يرتكب نفس الاسلوب الاجرامي في الدوله اللي متواجد فيها. فبالتالي لما بتصدر له نشره زرقاء الدول بتبتدي تحط برضه اسمه وتتابعه، لكن ممكن ما تظبطوش. تمام. النشره الخضراء اللي هي التحذيريه، تحذير ضد اسلوب اجرامي معين ارتكب في دوله ما، زي مثلا اسلوب استخدم في التهريب في المطار، تهريب حاجه في كعب جزمه مثلا،
دي حاجه اتمسكت في دوله معينه، بيتعمل نشره بيقول ان ده اسلوب اجرامي للتهريب. كده كم نشره؟ دخلنا في اربعه كده. اربعه. النشره السوداء بتتعمل للجثث المجهوله. النشره الثانيه اللي الاخيره اللي هي النشره البنفسجيه وبتتعمل برضو للتعميم عن الاسلوب الاجرامي اللي بيبقى مميز او ان هو حدوثه بيبقى مش مكرر يعني. تمام. اسلوب اجرامي. طب سيادة اللي هو هروح لحضرتك في نقطة أخرى، وهي النهاردة في مصر في نقص في الوعي للمواطن في بعض الأمور الهامة، مثلا زي الانتربول. المواطن المصري، في بعض المواطنين ما يعرفش يعني الانتربول، وما يعرفش لو عنده مشكلة معينة ممكن تكون سهلة جدا وهو مش عارف لها حلول. ليه النهاردة ما فيش في مصر مراكز للانتربول، بمعنى مراكز لتوعية المواطن، مراكز لان انا اساعد مساعدته لمساعدة المواطن، وان انا اقول له تعالى لو عندك مشكلة في مشكلة ما او عندك في قضية ما، هذا المركز بيساعدني وبيحلل المشكلة ديت من خلال خبراء في مساعدة المواطن في الانتربول مثلا، يكون لهم عندهم الخبرة الكافية ان هو ازاي يساعده. او مش عايزين نقول مراكز مكاتب للمحاماه، لان المحامين عموما مش شايف ان المحامين في الانتربول لينا باع كبير قوي، ولكن لو في مراكز من خلال ناس متخصصه كانوا يعملوا مثلا في الانتربول او بيعملوا في وزاره الداخليه، ده هيساعد المواطن ان هو ازاي ياخد المعلومه منه، وهيساعده من خلال خبراته في الامن العام مثلا ازاي هوصله في اسرع وقت لحل هذه المشكله. ليه مصر مقلة في المراكز ديت، او لسه احنا ما ابتديناش نحط رجلينا على الطريق الصحيح؟ هو حضرتك يعني ايه طلبك اتنفذ يعتبر. طب هو انا ما كنتش عايز اتكلم برضو عن حاجه خاصه بيا. انا بعد ما خرجت من الحمد لله اديت الواجب اللي عليا في وزاره الداخليه، واستثمار 16 سنه عمل في الانتربول، ولما بتشتغل في مجال بتحبه وبتتدرب فيه وبتكتسب خبرات فيه تبقى عاوز تكمل فيه. بيبقى صعبان عليك ان انت ان محدش يستفيد بيها. فالحمد لله انا توفقت وعملت اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط، ان الحمد لله انشات مركز اسمه مركز انتربول الدولي للاستشارات القانونيه والمحاماه في التجمع. لان انا بعد ما خرجت كان في بيجي اتصالات ناس بتطلب مساعده، بتطلب خدمات معينه، فحبيت ان يبقى في مكان ان انا اقدر اساعد فيه الناس في قضاياهم واسترجاع حقوقهم المسلوبه، او ان صادر له حكم ومش عارف ينفذه سواء داخل او خارج. يعني انا المركز ده مش هيبقى مختص بالحاجات الخارجيه، بالاحكام اللي صادره هنشتغل على الناس، ملاحقه الناس داخل من خلال المتابعه مع السلطات المختصه طبعا، وزاره الداخليه وتمييز الاحكام طبعا. من خلال المتابعه مع الانتربول اللي الواحد طبعا قضى نص عمره فيه، فهقدر اساعد الناس اللي ليهم حقوق واللي صادر له حكم وحابب ان انا اساعده. انا طبعا مش هتاخر عنه. لو الشخص هارب خارج مصر برضه من خلال العلاقات ومن خلال فروع لمراكز اللي حضرتك بتقول عليها دي موجوده في الدول العربيه يعني والاوروبيه، الدول العربيه ليها برضه فروع للمراكز معين. يعني في مراكز هناك في الدول الاوروبيه، مراكز ومكاتب استشارات قانونيه ومحاماه خاصه بالقضايا الدوليه. دي انا الحمد لله من خلال شغلي على تواصل معاهم مستمر، فهقدر من خلال القنوات الرسميه لانتربول ومن خلال الاتصالات بالعلاقات نقدر نتوصل لنظبط هذا الشخص او نديهم المعلومه للمكان اللي موجود فيه ونسترده. قضايا الاطفال والزواج المختلط اللي حضرتك قلت عليها، احنا مخليين مكتبنا في التجمع ممكن يبقى احنا حاجه مصغره من لجنه المساعي الحميده في وزاره العدل، لنعمل تواصل بين الاب او الام الموجودين هنا والطفل في الخارج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هنساعدهم على ما الاجراءات القضائيه تمشي. تمام. فطلبك بدانا في تنفيذه، ونتمنى ان هو إن شاء الله يقدم خدمه مميزه للناس ايجابي ان شاء الله في خدمه الناس. حضرتك هنروح مع بعض، احنا الوقت يعني شرف على الانتهاء، ولكن من خلال خدمتك في الداخليه المصريه، وكنت احد ضباط الشرطه في مصر، وكنت عنصر من عناصر الداخلية في مصر، تقول لي بقى من خلال تواجدك في هذه المدة كلها كضابط مصري
بتشعر بإيه لما بتلاقي إن الداخلية بتاعتنا في تقدم وفي ملاحقة المجرمين، وإن إحنا تطورنا تطور كبير جدا من خلال كافة فروع الداخلية، من خلال المرور وملاحقة المجرمين والهاربين، وحاجات كتيرة جدا أنشئت داخل وزارة الداخلية. شكل الأقسام دلوقتي اتغير إزاي؟ يا ريت تقول لي الجانب الإيجابي اللي أنت شفته واللي أنت يعني خلال خدمتك كنت شايفه في وزارة الداخلية. هو الواحد لما بيدخل كلية الشرطة طبعا ده بيبقى بناء على حب ورغبة في ان هو يبقى عنصر اساسي في وزارة الداخلية المصرية، او ضابط شرطة يؤدي دور مهم، ان رسالة الامن رسالة سامية. لما بتقضي فترة 31 سنة خدمة في مكان انت بتحبه وحاسس ان هو دوره ايجابي او دوره مهم جدا للناس، انت احنا طبعا لازم نشيد بالشهداء سواء من الشرطة او من القوات المسلحة اللي جسدهم في الفترة الاخيرة السنتين اللي فاتوا او قبل كده بعض المسلسلات المصرية، يعني دول ضحوا بحياتهم. انت مش هتتخيل مدى الاحساس ان انت بتأدي رسالة او ممكن تضحي بحياتك علشان خاطر تحفظ امن البلد اللي انت فيه. طبعا انا مش بتكلم بمثاليه، احنا بنفضل لغايه ما نموت انتمائنا لوزاره الداخليه المصريه وللمصر. تليفوناتنا بنتابع دايما اخبار الداخليه واخبار زمايلنا. بننبسط جدا لما بيكون في تطور او في اداء معين بيرتقي في وزاره الداخليه المصريه. فاحنا هنفضل طول حياتنا الضباط، حتى ممكن يبقى الاسر في البيت بيشتكوا ان حواراتهم دايما بيدور عايز يعرف لو حاجه حصلت، لو حس لو حد من زمايله حصل له حاجه، بيعتبر ان كلنا اسره واحده. فده انتماء نتمنى ان يبقى موجود في كل الجهات. الفتره الاخيره الحمد لله، يعني انا رغم ان انا خرجت في وزاره الداخليه لازم اشيد طبعا السيد وزير الداخليه اللي هو محمود توفيق عن قيادته الحكيمه للوزاره والتطور ومراعاه ابناء الضباط سواء اللي موجودين او خرجوا. يعني ما زالوا بيسالوا علينا، في تواصل بينكم، وفي تواصل وفي المناسبات بيتقدم هدايا او للناس اللي طلعت اللواءات او الضباط اللي طلعت، بيقولوا لهم احنا معاكم مش هنسيبكم. وبالتالي لازم يبقى الشعور متبادل اكيد في دمنا. يعني انا بشكر حضرتك، نورتيني النهارده، وكان لقاء مثمر وكان لقاء ايجابي من وجهه نظري. شرحنا فيه حاجات كتيره جدا كان المواطن المصري يجب انه يعرفها، الانتربول يعني ايه ومعنى الانتربول والاشارات الحمراء والمراكز اللي ممكن تساعد في يعني اجابه واسترجاع الحقوق. كل ده حضرتك قمت بالاجابه عليه وباجابات يعني شافيه للمشاهد. انا بشكرك وبشكرك كمواطن، وبشكر حضرتك كضابط شرطة ان انت قمت بدورك في خلال مدة خدمتك ولسه بتحب الشرطة وبتحب وزارة الداخلية وبتحب مصر وبتحب شعب طبعا. مصر. انا بشكرك كأحد افراد الشرطة، وانا كمواطن بشكرك وبقول لك ان ده نموذج من نماذج الشرطة المصرية، واتمنى ان شاء الله كل الشرطه المصريه تحذو حذوك، وعلى امل ان انت تكون معنا ان شاء الله في حلقات اخرى باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني ان اتقدم بالشكر للسيد اللواء سمير سعد نائب مدير الانتربول ومساعد مدير الامن السابق. يا رب الحلقه تكون عجبتكم النهارده، ويا رب نكون ابرزنا بعض المفاهيم المغلوطه او بعض الحاجات اللي مش فاهمها الناس وضحناها النهارده. على أمل ووعد أن نتجدد اللقاء معكم في برنامج مستشار القانوني وقضايا هامة كبرى إن شاء الله هنتابعها مع بعض. يا رب تكونوا معنا دايما على قناة الصحة والجمال وبرنامج مستشارك القانوني. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.